بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أرى الكون أضحى يا نوره يتوقد لأمر به نيران فارس تخمد. أرى أن أم الشرك أضحت عقيمة، فهل حان من خير النبيين مولد؟ نعم كاد يستولي الضلال على الهدى، فأقبل يهدي العالمين محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لآمنة البشرى مدى الدهر إذ غدت، وفي حجرها خير النبيين يولد. به بشر الإنجيل والصحف قبله، وإن حاول الإخفاء للحق ملحد. بسينا دعا موسى وساعير مبعث لعيسى، ومن فاران جاء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسول له قد سخر الكون ربه وأيده، فهو الرسول المؤيد. ولولاه ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين: إياك نعبد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. له الصدر بين الأنبياء وقبله، على رأسه تاج النبوة يعقد. لئن سبقوه بالمجيء فإنما أتوا ليبثوا أمره ويمهدوا. اللهم صل على طرب الزمان بسحر صوت المنشد لمديح خير الأنبياء الأمجد. وكأنه بلسان حال فؤاده نادى بكل موحد متودد: إن مر ذكر المصطفى في مجلس أدم الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أسعد الله أيامكم ولياليكم وأوقاتكم بهاتين المناسبتين العظيمتين، الذكرى الجميلة، ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأولى، والذكرى الثانية ذكرى ميلاد الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه تعالى عليه. عندما نتكلم حول هاتين الشخصيتين
لعلنا نجد أجمع آية ننطلق منها قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرنا أن نكون مع الصادقين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف في مجتمعه، في قومه، في مكة المكرمة بلقبين مشهورين: الصادق الأمين. وكان كثيرا ما يحكم في قضايا متفرقة ومجالس متنوعة، وعندما يرونه مقبلا وهم يتنازعون في أمر ما، في قضية، يقولون: جاء الصادق الأمين، فلنتحاكم إليه ولنطلب منه حكما في هذا الأمر فيحكم. ولعل أشهر قصة تاريخية حصلت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن نبيا بعد، قصة تحكيم الحجر الأسود، عندما حسم قضية القبائل وفرش رداءه وجعل الحجر في منتصف الرداء وقال لكل قبيلة: فليرفع كل فرد من أفراد قبيلتكم طرفا من أطراف الرداء، وبذلك يكون الجميع قد ظفر وفاز بوضع الحجر في مكانه. وقضايا كثيرة بهذا الجانب. وإمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه تعالى عليه له أكثر من لقب، ولكن المعروف له لقب أشهر ألقابه هو الصادق. فلنكن مع الصادقين، على رأس هؤلاء الصادقين نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أفراد هؤلاء الصادقين قولا وفعلا وحالة الصدق الباطن، الصدق الظاهر، هو إمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه تعالى عليه، هذا الذي أجمع العامة والخاصة، أجمع المسلمون، الفقهاء، الحكام، الحفاظ، المحدثون، الرواة، علماء الرجال، على ثقته وعلى تفوقه وتميزه في كل الميادين. أما فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعونا نعيش رحاب القرآن الكريم، في آيات القرآن الكريم، لنسمع كلام الله تبارك وتعالى وهو يفصل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفصل جهات رسول الله، جهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا فيما يتعلق بالقسم لله سبحانه وتعالى، أن يقسم بمن شاء وما شاء، ولكن ليس لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ما يحق لنا احنا كأشخاص، الناس ما يحق لهم يقسمون إلا بالله، بالأسماء الحسنى، بالصفات العليا، بغير الله تبارك وتعالى ما يصير القسم وما ينفذ، ولكن الله سبحانه وتعالى يقسم. ولذا ترى الله تارة يقسم بالأزمنة: الضحى، العصر، الليل، النهار، ها؟ تارة يقسم بالأمكنة، مثلا طور سينين، البلد الأمين. تارة يقسم تبارك وتعالى بالنباتات، التين، الزيتون. تارة يقسم تبارك وتعالى بالأفلاك، الشمس، القمر. يقسم في أكثر من جهة، بأكثر من جهة. من جملة الموارد التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاطبه في القرآن، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا العمر خلاصة عطاء، هذا العمر 63 سنة خلاصة جهود، عبادات نورانية، معاملات متميزة مرضية من قبل رب العز والجلالة. الله يقسم بهذا العمر الشريف. هذا العمر إذن أولا الله أقسم به. نشوف بعد بشنو الله أقسم، بشيء يتعلق بالنبي. أقسم تبارك وتعالى بعصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم بالبلد الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مكة المكرمة. طيب
وأنت حل بهذا البلد، مكان آخر وهذا البلد الأمين. بعد، الله تبارك وتعالى ذكر أن الذين يبايعون رسول الله هم في الواقع يبايعون الله عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ربط تبارك وتعالى محبته، إذا الواحد يقر بمحبته لابد هذه المحبة تمرر من خلال اتباع وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعد، ربط بين طاعته وطاعة الرسول، وبين أن من يطيع الرسول فإنه في واقع الأمر يطيع الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. زين، جانب آخر، نقرأ جهات معينة في شأن النبي، الله كتب لها العصمة، ما فيها لا إغواءات شيطانية، لا زلل، لا تضليل، لا خطأ. ذكر بعض جهات وتفاصيل شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر قلبه ولسانه وعقله وخلقه وجليسه، فصلهم بشكل واضح. شلون؟ مثلا يأتي ويتكلم عن لسان النبي، الله شو يقول؟ يقول وما ينطق عن الهوى، هذا اللسان ما ينطق عن الهوى، تكلم عن اللسان وأعطى للسانه عصمة. أتى مثلا إلى جانب قلبه المقدس وتكلم عنه وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد، الفؤاد اللي هو القلب، ما رأى، هذا في عروجه صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم في شأن عقله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما عند هذا العقل ضلال وإغواء. هذا الأمر الثالث، إلى الآن اللسان والقلب والعقل. الأمر الرابع، تكلم في شأن خلقه، يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. بعد، تكلم في شأن جليسه جبرائيل الملك المخول الموكل بالوحي، علمه شديد القوى، وأي واحد جبرائيل هذا. بعد هذا كله الله أرسله رحمة للعالمين، اللي يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس، للجن، للأملاك، للأفلاك، للنشآت، نشآت العقول والقلوب والنفوس والأرواح، العوالم التي نعرفها والتي لا نعرفها. هذا التعبير، رحمة للعالمين. احنا بكل يوم نصلي ونقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أرسل حبيبه رحمة للعالمين، مو لقوم معينين. صحيح أن انطلق هو من مكة المكرمة، من مكان، هذا المكان تقريبا صحراء، بس هذه الصحراء حولها النبي إلى حضارة، وهذه الحضارة أنشأت حضارات مو شوية. لذلك الله يقول لتنذر أم القرى ومن حولها، مو بس أم القرى ومن حولها. جملة من الأنبياء، شوف القرآن الكريم الله موكلهم بأقوامهم فقط. مثلا في شأن موسى، الله شو يقول له؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. قومك بني إسرائيل، وين؟ أكو بعد بلاد هناك غير مصر، غير بلاد الشام، بلاد كثيرة وفيها بشر يعيشون. بس في شأن النبي لا، وما أرسلناك إلا كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كلهم، الشرق والغرب والشمال والجنوب، مو في بقعة معينة، مو في منطقة معينة، الكل. لأنه يعلم تأثير هذه الرسالة، شلون هذه الرسالة راح يكون لها أثر، لأن النبي له أسلوب متميز أخاذ يؤثر على النفوس بسرعة وجيزة. تذكرون لعلي ذكرت في هذا المجلس أو غيره، في عام 78 أو 79 مايكل هارت طلع كتاب المئة الأوائل، ترجم إلى اللغة العربية، وذكر أول شخصية، شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه استطاع أن يسيطر على مشاعر الناس، على قلوبهم، بالبعدين العقلي والعاطفي، الديني والدنيوي، الدنيوي والأخروي، في فترة يسيرة وجيزة، بسرعة تأثر الناس به. تصور لما أرسل الكتاب إلى هرقل العظيم الروم، ما يخفى عليكم أن الملوك في بعض المناطق كان يطلق على كل ملك يأتي
مصطلح معين، لقب معين. مثلا ملوك مصر، حكام مصر، كان يطلق على كل واحد منهم فرعون، حكام فارس كل واحد منهم كسرى، حكام الحبشة، الحبشة اللي هي أثيوبيا اللي عاصمتها أديس أبابا تقع في شمال شرق القارة الإفريقية هناك، كل واحد منهم أي يطلق عليه النجاشي، كل حاكم كل ملك اللي كان في عصر النبي اسمه أصحمة، أصحمة النجاشي، كل واحد عنده اسم وعنده لقب مشترك، أما الاسم لا يتميز عن الآخر. ملوك الروم يطلق على كل واحد منهم قيصر، هرقل. النبي أرسل في عام إرسال الرسالات إلى الممالك، إلى المدن القريبة والبعيدة، أرسل هذه الرسالة إلى ملك الروم. وإن كان سلطانه، كان سلطانه في الشام. طبعا الشام في يوم كذا، بس تقول الشام الأذهان كلها تروح إلى وين؟ إلى سوريا اللي عاصمتها دمشق. بس الشام عندما تطلق يقصد منها لبنان، فلسطين، والأردن، وسوريا، هذا المقصود فيها الشام. الروم سلطانهم وين كان؟ كان في الشام قريب من تركيا، بس في يوم كذا في الحدود السورية، ضمن الأراضي السورية هنا كانوا موجودين. بس أنت تفكر وين المدينة المنورة وين الشام؟ بس هذا بعد تكليف النبي هني، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما قال لتخرج قومك، الناس كلهم، لأن عنده أسلوب، وهذا الأسلوب يستطيع أن يسيطر به على مشاعر العالم. يدري كل واحد عنده كيفية معينة بالخطاب، واحد مثلا إي من باب الخوف، والثاني إي من باب الرجاء، الثالث إي من باب العرفان، الرابع إي من باب مثلا الشكوى، الخامس من باب الشكر، السادس من باب الافتقار، وهلم جرة. حتى أسلوب القرآن الكريم واضح، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الطرق متنوعة، وأكيد لما يقول له ادعو إلى سبيل ربك ويعطيه هذه الطرق الثلاثة، معناه شنو؟ معناه رقم واحد، أنت يا رسول الله لك القدرة وعندك الاستعداد على أن تخاطب كل واحد بما يناسبه. رقم اثنين، الناس قابليات واستعدادات وتفاوت في الأخذ والرد والعطاء والنقاش والجدال والقبول وإلى آخره. طيب رقم ثلاثة، أنت في واقع الأمر تعيش في مجتمعات متنوعة، والطريق ليس مفترشا بالورود والرياحين والبسط الحمراء اللطيفة الناعمة، لا، فيها عراقيل، فيها عقبات، وبحاجة إلى أن تستعمل الأساليب المتنوعة، بحاجة إلى صبر. طيب توصل الرسالة هذه إلى الملك، إلى الحاكم، حاكم الروم اللي هو هرقل قيصر. مختصر مفيد، أمر الرسالة مختصر مفيد، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، مو مرة مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأكارين، يعني اللي يحملون أوزارهم، والسلام على من اتبع الهدى. كشعور أولي داخلي مبدئي أحس بصدق صاحب هذا الكتاب اللي هو قيصر، صار عند الشعور أن هذا الكلام يعني ما يصدر من أي واحد، لأن عادة رسالات الملوك شوي فيها تهديد، فيها وعيد، بس هذا يبين قلبه على الملك وعلى خاصة عامة الملك. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فيها الله وفيها أجور، وبالأخير والسلام على من اتبع الهدى. يبي السلام، يبي المحبة، يبي الخير، مشكل ما يروجون العالم، يربطون بين النبي والسيف والدم والإرهاب والعنف، وهذه مسؤولية طبعا الكثير بدورهم أنهم ينقلون الرسالة الطيبة التحقيقية الواضحة. ولذا كثير جزاهم الله خيرا يقومون بهذا المجهود، الكتب المحققة في السيرة النبوية، مو أي حديث يأتي الواحد يأخذ أي سيرة، لا، يحققها، يشوفها بالفعل تتلائم مع منزلة رسول الله، مع عصمته، مع هذه الآيات التي مررنا بها، عصمة اللسان، عصمة القلب، عصمة العقل، عصمة الخلق، عصمة الجليس، وبعدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه كلها مهمة. مو أي كم واحد يقوم بعمليات تخريبية وتفجيرية ويوجهون والله الإعلام
أن والله هذول المسلمين وهدفهم أنهم يتعشون مع رسول الله، إذا راحوا بالليل راحوا بالنهار يتريقون أو يتغدون. لا، هذا تكليف الكل، الكاتب من كتابته، الخطيب بخطابته، المؤلف بتأليفه، الإعلامي بإعلامه، يوجه الرسالة الصحيحة الصادقة. وما شاء الله الإعلام مش كثرة الحين، الواحد يستغل هذا الإعلام. إذا في أي شبهة، أي إشكال، أي تمويه، أي شيء عدم حقيقة في الصورة، لابد أن هذه الصورة تحسن، تنقل كما هي بحقيقتها إلى كل العالم وبكل اللغات. ما شاء الله كثير منهم متخصصين بلغات، أكو كتب تؤلف، وأكو بعضهم عندهم القدرة على أن يقوموا بخطابات متنوعة، هذا لابد منهم، مسؤولية هؤلاء. طيب العالم خب أكثرهم ما يقرون صراحة، الواحد يتكلم تشوف معارض الكتب كثيرة، كثير منهم يروحون فقط ينظرون يشوفون المارة اللي يروحون ويتمشون. زين حتى هذا اللي يشتري مو بالضرورة يقرأ هذا الكتاب، بس الأكثرية يسمعون. وتدريش كثر من عالم اقرأ، المسلمين أكثرهم ما يعرفون يقرون ولا يكتبون، بس السمع يسمع. فلابد من هذا الإعلام، يجب أن يكون إعلاما موجها مدروسا، الذي يقوم على هذه القنوات، على هذه الفضائيات أكيد يقومون بالدور الريادي، الكلمة مسؤولة، يتحملون كل صغيرة وكبيرة، الإعلام بمختلف اللغات، ويخصصون ويقومون بعمل إعلانات واضحة، ترى في هذه الساعة الفلانية الحديث باللغة العربية عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن أحد أفراد أمة أهل البيت عليهم السلام، عن أحد الشخصيات، عن هذه الأحكام، عن هذه العناوين، المواضيع، الساعة الفلانية مثلا باللغة على سبيل المثال الإنجليزية، الساعة الكذائية باللغة الفرنسية، الساعة الكذائية باللغة الإندونيسية، اللغات الفعالة اللي في كثير من الناس منهم المسلمين حتى غير المسلمين يسمعون العالم ويشوفون إعلانات، فلتكن براقة مرضي عنها بشكل مدروس. كثير منهم ما شاء الله متخصصين بالإعلان. بالنتيجة عودا على بدء، قرأ هذه الرسالة اللي هو ملك الروم قيصر، حزتها كان الوقت وقت حر قيظ صيف، وتدري المسلمين كانوا ماخذين هذه العادة من أهل مكة، وأهل مكة أيضا قريش عندهم رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، يعني نقراها في سورة قريش، رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام، وحزتها صيف، وكانوا رايحين بعض أهل مكة، بعض قريش يتبضعون، أم ودين هناك بضاعتهم يبيعونها، ويبون بعض بضاعة الشام يبيعونها في مكة. حزتها لما قرأ الرسالة اللي هو قيصر، قال حق واحد من الجلساء، قال اذهب وآتني بشخص له قرابة مع صاحب هذا الكتاب، يعني شخص قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قرابة نسبية عنده. راح بحث ياب، حصل على أبو سفيان، قال له تعال أنت قريب منه، قال إيه، قال الملك يبيك، وراح عنده سأل عدة أسئلة. السؤال الأول أخبرني كيف نسبه فيكم، قال له محض من أوسطنا نسبه. قال أخبرني هل كان أحد من آبائه يطالب بهذا الحق وجاء يجدد مطالبته، قال لا. قال هل كان أحد من آبائه من أقربائه يدعي هذا المدعى يعني النبوة فأتى يكرم الدعاه، قال أبدا. قال من أتباعه، قال النساء الفقراء الأحداث هذيل يعني الموجودين الغلمان العبيد. قاعد يكمل وياه، قال أخبرني هؤلاء الذين يتبعونه يلازمونه أم يفارقونه، قال ما عرفت أحدا تبعه ففارقه، كلهم اللي يتبعونه وياه ما يفارقونه. قال أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه، قال سجال، احنا نحاربه وهو يحاربنا. الحين جاي قاعد يكرر عليه الأجوبة، الملك يقول سألتك كيف نسبه فيكم، قلت محظ من أوسطنا نسبه، وهكذا إذا اختار الله أنبياءه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أخرجه الله من أفضل المعادن مغرسة وأعز الأرومات منبتة. بعد يقول وسألتك من أتباعه، فقلت الغلمان الأحداث الفقراء النساء، وهكذا في كل عصر لا يتبع الأنبياء والأولياء إلا هذه الفئات. بالواقع وليش؟ لأنهم قاعد يحسون بالحرمان. بالله عليك شنو دور الفقراء كانوا؟ خب المجتمع الذي أرسل فيه النبي بعث فيه يميز بين الفقير والغني، معطي كرامة للغني مهمش الفقير.
معطي كرامة لأصحاب اللون الفاتح، أصحاب الألوان الداكنة مهمشهم، للعربي معطي عز، غير العربي مو معطي أي دور أبدا، للذكور معطيهم مكانة، الإناث عنصر ملغي في المجتمع. ها، وأد البنات خب معروف، القرآن الكريم يتكلم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، القرآن الكريم يتكلم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ها كل آيات رحمة الله على سيد محمد جمال الهاشمي. شو يقول؟ يقول: شب روح الهدى يتيما كذاك الحق يحيا بين الأنام وحيدا، شب يرنو لقومه تعبد الأوثان جهلا وتنكر المعبودة، تئد البنت تقتل الطفل حفظا لنظام عاشت عليه جمودة. يقول هذه حالتهم كانت، ترى ما عندهم لا وعي صحي لا وعي علاجي وقائي، لا حالة اجتماعية مستقرة، لا حالة ثقافية يتداولون بها الأنشطة، لا حالة تربوية، لا استقرار نفسي. وفي مسجد أبيها الزهراء فاطمة سلام الله عليها تكلمت ووقفت وخطبت فيهم وقالت للمهاجرين والأنصار: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تشربون الطرق، تقتاتون القدة والورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا الحال. بعد يواصل يقول: وسألتك أخبرني، هؤلاء الذين يتبعونه يفارقونه أم يلازمونه؟ قلت: ما عرفت أحدا تبعه ففارقه. وهكذا إذا استقر الإيمان وبدأت حلاوته تنفذ في القلوب فإن هذا الإيمان لا يخرج من القلب أبدا. قال: والله يا أبا سفيان. الحين هذا قاعد يستنتج. شوف، أكو بعض المحاكم عندهم جمع الشواهد والقرائن والأدلة علشان يوصلون إلى قناعة بالأخير، حكم مثلا لإثبات تهمة المتهم أو براءة المتهم، يجمعون الأدلة والشواهد. هني نفس الشيء، هذا يقول: سألتك وأجبت، سألتك وأجبتني. فشنو قال بالأخير الحاكم هذا هرقل قيصر اللي النبي بعث له الكتاب؟ قال حق أبو سفيان: وددت لو أن هذا الرجل، يعني النبي، الآن حاضر عندي لأغسل قدميه بيدي هاتين. يقول هذه منزلته. الحين وين النبي؟ في المدينة، وهذا الحاكم في الشام، الحاكم الرومي. طلع أبو سفيان وقعد يحدث ويقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. هذا مو بس بالمدينة ومكة، لا، واصل أمر إلى الشام عابر البحار البراري. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أصبح ملوك بني الأصفر اللي هم ملوك الشام، ملوك الروم، هرقل القيصر، لأنهم شقر، أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه وهم في سلطانهم بالشام. شوقي خوش أبيات يخاطب بها النبي، ها، في مولد النبي هم يتكلم ميمته الرائعة. يقول: سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مسر النور في الظلم، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، بكل قول كريم أنت قائله، تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم، أتيت والناس فوضا لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم. شريعة الغاب فوضى ماكو يعني. والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. هذه مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسرائه وفي معراجه وفي أوج الملكوت، هذا الذي افتخر به حفيده زين العابدين سلام الله عليه في مقر النواصب آنذاك في مجلس يزيد،
وهو يقول: أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. أما عن أخلاقه العالية وما أحوجنا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حقيقة يعني كوقفة يعني من خلال القرآن وأنك لعلى خلق عظيم، نستطيع أن نقف مع أخلاق الحبيب المصطفى في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى ما كان يصدر عنه، شنو كان يصدر عنه من خلق؟ يذكرون أنه كان عندما يلتقي بشخص يسلم عليه أولاً، هو اللي يبدأ بالسلام ويمد يده للمصافحة، ولا ينزع النبي يده حتى ينزع الرجل يده. بعد يقول: وكان يجالس الفقراء والمحرومين، وكان إذا تحدث بحديث تبسم في حديثه، يبتسم، هذه ابتسامة لها أثر في النفوس. يواصل يقول: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكني أصحابه، حتى العزاب منهم، حتى العازب اللي مو متزوج اللي ما عنده ولد ينادون أبو فلان هم يكنيهم. ليش؟ جلبا لقلوبهم، خواطرهم عندهم بالنتيجة، ويشجعهم أنهم يتزوجون. ولو أن عندنا في بعض الآداب أنه يستحب أيضا تكنية المولود، مو بس تسميته واجبك أنك تسمي المولود، هم تكنيه مستحب، سواء بنت أم ولد. يعني مثلا إذا ولد سميته محمد مرة واحدة، مثلا تكنيه أبو علي أو أبو أحمد، مرة تناديه باسمه ومرة بكنيته. البنت مثلا يتلك بنت سميتها فاطمة، تكنيها مرة واحدة، أم حسن أم حسين شنو تحب، مرة تناديها فاطمة ومرة أم حسن أم حسين، شيء من هذا القبيل. يقول: كان النبي يكني أصحابه المتزوجين وغير المتزوجين. يقول: وكان إذا كذب شخص في مجلسه، افترض شخص قام وكذب في المجلس والنبي يعلم أنه كاذب، والحضور بعضهم أو كلهم دروا أن هذا قاعد يكذب، النبي ما يقول قدام القوم أنه كاذب، لا، كان يبتسم ويقول أنه لا يقول قولا ما يبي يكسر لها. بعدين يطلع ويدري هذا الكاذب أن النبي يعلم أنه كذب، يطلع يروح لهذا الرجل يقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمت أني كذبت في حديثي ولكن ما أردت أن تبين، ولكنك قلت إنه لا يقول قولا، لله علي عهد أن لا أعود للكذب أبدا. شوف بهذا الأسلوب العالي: وكان روحي فداه يكر ويقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، أخلاقكم اللي تسيطر على المشاعر مو الأموال. بعد يقول: كان إذا سافر في الطريق مع أصحابه ربما يقترح عليهم، يعني في بعض المواطن مواطن أسفاره، يقول: فلنأكل لحم شاة، فيبتدر أحدهم ويقول: علي شراؤها، أنا أشتري الشاة، ويقول الآخر: علي ذبحها، ويقول الثالث: علي سلخها، ويقول الرابع: علي قطعها، ويقول الخامس: علي شواؤها، والنبي يقول: علي أن أجمع لكم الحطب لتطبخوا أو تشووا عليها. فيقولوا له كلهم: بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله، إنا كفيناك ذلك كله. يقول: لا، إن الله يكره أن يرى عبده متفردا من بين العباد، يحب أن يشوف العمل جماعي. شي يقول للبوصيري، يقول: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في خلق في علم ولا كرم، فغاية العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. منذ نعومة أظفاره صلى الله عليه وآله وسلم كان تحت رعاية أعظم ملك، وهذا أمير المؤمنين يقول: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. والله أكبر على العفو. قصص العفو إخواني متنوعة وجميلة في بعض الكتب، حقيقة إذا قرأنا القصص قصص العفو نكبر الأفراد الذين صدر عنهم العفو، حقيقة صدر عنهم العفو تجاه المسيئين. وهذا القرآن الكريم يدرب العالم، يحرك العقول والنفوس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أعظم عفو صدر عفو رسول الله عن الذين آذوه وأرادوا قتله وإخراجه عندما وصل إلى مكة المكرمة فاتحا، وهو يقول لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، يعني نظن خيرا.
أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، روحوا، ما سووا فيهم شيء. وفيهم الذي آذاه وعمل على طرده وكاد كل مكيدة وأراد أن يقتله، ولكن عفى عنهم العفو الشامل. طيب، هذا المعنى اللي يقول أحد الأدباء: مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة، لين الكلام والسخاء، والعفو عند المقدرة. النبي زعيم قائد، كان يستطيع أن يقتص، أن يحكم الحكم الذي يريده، ولكن عفا وهو قادر على أن ينفذ حكمه فيهم. بعد نروح إلى جانب آخر، وقفة ثانية مع أخلاقه. هذا المل صدر عنه الحين، لا، كان يقر بعض السلوكيات التي تصدر عن الغير. مثل شنو؟ مثل حلف الفضول. هذا كان في مكة المكرمة، النبي عمره 20 سنة، طلع حلف من دار عبد الله بن جدعان اسمه حلف الفضول. ملخصه أن يقوم بعض العقلاء من المنصفين ويكونوا يدا واحدة مع المظلوم ضد الظالم. هذا كان زي لجان حقوق الإنسان تأخذها وتتعلم منها. النبي بعد بعثته مر قدام هذه الدار، دار عبد الله بن جدعان، وقال حق أصحابه، قال: لقد شهدت في هذه الدار حلفا، أما لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. طيب، مع أن حلف ما كان عهد إسلام ولا شيء، عهد جاهلي، يقول بس شنو هذا؟ يطابق الشريعة ويطابق العقل، فيه إنصاف، فيه إنسانية، وهذا العالم يدورون عليه ويبونه. طيب، بعد شوف جانب آخر أيضا فيه. سفانة بنت حاتم الطائي، سبايا طي، عندما أتى المسلمون بسبايا طي، وقفت سفانة بنت حاتم الطائي وقاعد تقول حق النبي: أنا ابنة سيد قومي، إن أبي كان يحمي الذمار ويحسن الجوار ويفك العاني ويطعم الجائع ويكسو العاري ويغني الفقير، وما قصده ذو حاجة إلا قضى حاجته، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال لها: إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق، وإن الله يحب مكارم الأخلاق، أطلقوا سراحها كرامة لأبيها. قالت: أنا أو أنا ومن معي؟ قال: وأطلقوا سراح من معها كرامة لها، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. يقول ثم أعطاها عطية واسعة ما سد به الجبلين، فقالت: يا محمد، هذا عطاء من لا يخشى الفقر. فقال: هكذا أدبني ربي فأحسن تأديبي. زين، هذا الجانب الثاني اللي كان يقر بعض السلوكيات والخلق اللي ما صدرت عن مسلمين، بس يقول يا ليتها تصدر. سامع هذا اللي يقول: ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وذهبت إلى الشرق فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. يتكلم عن الخلق والنبل والقيم اللي القرآن معطي للعالم. ومع شديد الأسف يشوف بعضهم ليومك هذا، يعني يقول والله مثلا لا نيب احنا خادمة مسيح مسلمة، نيب مسيحية، المسيحيات تمام، أو البوذية المسلمة شرسة وكذا، ماكو بقلبها رحمة. هذا مو صحيح. يمكن تصرفها مو معنى والله أن دينها دين مثلا الأديان الثانية غير دين الإسلام، دين مثلا الرحمة والسلام والرفق، ودين الإسلام جايبة مثلا العنف وكذا. في بعضهم ترى يهدف إلى أن يخرج من مدرسته مثلا المسلمين بس يحملون فكر مثلا متطرف، فكر فيه عنف، ويحسن الصورة عند بقية الأديان. أو تشوف البعض مثلا جايك بالوقت الكذا الفلاني يمدحك، يقول ما شاء الله انجلش تايم، جاي على الوقت نفسه، صج احنا قلنا لك الساعة 8 ويأت 8 بالضبط، ما شاء الله 8 on the dot، 8 على النقطة، انجلش تايم. والله أنا أحيانا يقولوا لي هالكلام، يقول سيد ما شاء الله انجلش تايم، يقول لا والله اسلامك تايم، صراحة عندكم انتو هذا انجلش تايم، الإسلام معلمنا إحنا كل شيء يسوي، يعني الصلوات تعلمنا أن نحافظ على الأوقات، كل شيء بوقته، الحج يعلمنا أن نحافظ على الأوقات، الصيام يعلمنا شلون نحترم الأوقات، الخمس، الزكاة، كل هالعبادات هذه الله بالقرآن يعطينا الوقت قطعة قطعة، الضحى، العصر، العصر، الليل، ها، الشفق، النهار، الصبح. بعد شوف الدقة باختيار الأوقات، كلها أهمية. بعد إذا يونك شريحة كبيرة من المسلمين يفسدون هذا الأمر والبرنامج، هذا شأنهم، بس الدين مبدأ، الإسلام مبدأ، ما يتشوه هذا الأمر، يبقى خالدا. طيب، بعد ترى مثلا الوقفة الثالثة بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شنو هذه الوقفة الثالثة؟ اللي هو عبارة عن تعديل المفاهيم، تعديل السلوك، يشوف بعض الانحراف الموجود ويعدل هذا الانحراف. مثلا في يوم خيبر يشوف بلال
ماخذ سبايا الطي وقاعد يمررهن على جثث القتلى. يقول له أنزعت الرحمة من قلبك يا بلال؟ هذا مو سلوك مسلم. وقف أمامه. شوف مثلا في يوم دخول مكة، فتح مكة، النبي أعطى الراية لسعد بن عبادة، قال ادخلوا مكة برفق. سعد بن عبادة للحين بقلبه على اللي أذوا النبي وظلموه. شنو قام يقول؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. وصل الكلام إلى النبي. هذا نداء واحد قاسي عنيف، مو نداء رحمة. وانت قلت لهم ادخلوا مكة برفق. فأمر النبي عليا أن يأخذ الراية من سعد ويبدل النداء. فدخل علي عليه السلام وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم ترعى الحرمة. الحرم تراعى، وهذا اليوم يوم الرحمة، لأن النبي أرسل رحمة للعالمين. وياكم يا جماعة يا خلق يا عالم. طيب، فكان يعدل المفاهيم والسلوك. ثلاثة رهطوا حوله يقولوا له يا رسول الله أتينا بأمر جديد. قال شنو اللي جايين فيه أنتم؟ خب كل شيء الدين ما أعطيكم إياه. واحد قال إني لا أتزوج النساء، أنا يلا أقدر على عمري، الحين مرة ثانية أجيب لي بلوى وطلايب على قلبي، أقعد مثلا أجيب حكشن وخلني حر طلق وكذا، عيال وزوجة وكذا، ما أتزوج أبدا. زين، تعيق مثلا مسيرتي العبادية في المعاملات في الاقتصاد في التجارة في أمور كثيرة. الثاني قال للنبي وأنت ماذا تصنع؟ قال أما أنا فلا أنام الليل، أنا أقوم الليل كله وأصلي وأقرأ القرآن وأدعو. قال حق الثالث وأنت؟ قال أما أنا فلا أعرف شيئا اسمه فطرة، كل شيء صيام صيام صيام، بس يوم عيد الفطر وعيد الأضحى كل هالأيام. يعني إذا مثلا السنة 355 يوم، 353 يوم صايم، يومين بس فاطر. قال لهم النبي أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأصلي، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. تب تطلعون أنتم بعد بدين جديد، برياضة جديدة، بمبدأ جديد، بسلوك ثاني، بدين آخر، لا ما يحق لكم. اليوم أكملت لكم دينكم. هذا لو في خير كان القرآن الكريم يوجه إليه، النبي يوجه إليه، الإسلام يوجه إليه، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق يدري أن أكو غرائز فشرع الزواج. شنو أنت تقول أنا ما بأتزوج؟ الله يعلم أن البدن بحاجة إلى راحة. أحسن الخلق المتقين الله يقول عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون بالليل علشان يتقوون على الصلاة. أنتوا ليش ما تنامون؟ بعد الجانب الآخر اللي هو الصيام، الصيام في شأن الصيام فرض شهرا واحدا وحط صيام استحبابي، شرع صيام استحبابي. أما أن الواحد يصوم الدهر كله هذا ما ورد فيه. طيب، إذا كان يعدل السلوك روحي فداه. وعلى هذا المنوال تجد حفيده الإمام الصادق سلام الله عليه. الحين أنا ما بأتكلم عن الإمام الصادق، بس بنقل ولا أخذ أوقاتكم الشريفة، وقت ابتهاج ومولد وكذا، بس بالمناسبة نحيي هاتين الشخصيتين العظيمتين أجركم الله. في كتاب الخصال للشيخ الصدوق، أنا أنصح أن كل واحد يكون عنده بيت هذا الكتاب، الشيخ الصدوق كتاب الخصال، عنده وايد كتب، واحد من هالكتب كتاب الخصال، فيه الأعداد مثلا جايب رقم واحد وحاط فيه الأحاديث اللي هو عثر عليها فيها رقم واحد، مثلا باب الأثنين الأحاديث اللي هو عثر عليها باب الأثنين، الثلاثة الأربع الخمس العشر للألف موصلها، يعني أبلى بلاء حسنة. طبعا مو كل شيء ضبطه خلاص، يعني بعد ماكو أحاديث ثانية إلا في هذا الكتاب في ذكر الواحد والأثنين والثلاث والخمس، لا خب فيه، بس هو اللي عثر عليهم. ولذلك الجملة دقيقة هني، في أحاديث كثيرة بالأرقام بالأعداد وهو مذاكرها أصلا. في باب الثلاثة كاتب هالباب أو هالحديث، في باب الثلاثة في كتاب الخصال يحدث عن سلسلة من المحدثين يوصلون هذا الحديث إلى مالك بن أنس فقيه المدينة، واحد من الأئمة الأربعة المعروفين، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، واحد منهم فقيه المدينة مالك بن أنس موجود. مالك بن أنس يحدث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول كان جعفر بن محمد لا يخلو من إحدى ثلاث خصال، إما قائمة يعني بالليل كان يقوم الليل، وإما صائمة هذا في النهار يعني كان يصوم، وإما ذاكرة، هذا المشترك بين الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مكان ثاني ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
يقول هالحالات الثلاثة ما تشوفها يخلو من واحدة من هالحالات. يواصل مالك بن أنس قاعد يقول لنا شنو بعد الإمام، لأنه كان عايش بنفس المكان بالمدينة. قال وكان من أعاظم العباد، مو كان عابد بس، أعاظم لهم عظمة، مو أي عباد، أعاظم العباد وأكابر الزهاد. وكان جعفر بن محمد كثير الفوائد، لما تقعد وياه تقوم منه بفوائد. أحيانا تروح أنت بعض المجالس واقعا تطلع منها بحصيلة علمية سلوكية ثقافية تربوية، باب الحقائق باب العجائب والغرائب والإعجاز، يعني تحس أنه قاعد يثريك هذا المجلس بأفراده بشخصياته. وأحيانا لا، مجالس تعد باسم مجالس البطالين. أنت شايف شهر رمضان لما أي شلون الناس تتنوع، قسم منهم ينتظرون المجالس، دروس التفسير، دروس مثلا تلاوة القرآن والأحكام وغير ذلك، قسم آخر منهم لا، ينتظرون مثلا القعدات مثلا على البحر الشيشة والتنزه بالمولات، قسم ثالث لا ينتظر بعض الحفلات الغنائية والراقصة وأمثالها. هالناس متنوعين بشهر رمضان، وأتكلم أنا عن مسلمين، مو كلهم متقين ما شاء الله، لا، ذاك من ذاك اللي لمن يودع شهر رمضان مثل ما كان الإمام زين العابدين يودعه، السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك من مطلوب قبل فوته ومحزون عليه، من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته، السلام عليك ما كان أهيبك في صدور المؤمنين ها وأطولك على المجرمين. زين، فإذن متنوع والنفوس متنوعة. شوف الإمام زين العابدين شو يقول في دعاء السحر، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. أكو مجالس أهل تقوى ويقين تطلع منها بحصيلة طيبة ثقافية تربوية تنعكس عليك في البعد مثلا العقدي، في البعد الاجتماعي السلوكي، وفي مجالس تدمر السلوك تدمر الأخلاق تدمر الحياة والمعتقد. طيب فهني شوف يواصل يقول كان كثير الفوائد بعد طيب المجالسة، لما تقعد وياه مجالسته طيبة. وكان إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير لونه، يحمر مرة يخضر أخرى، يتغير لونه ويتغير لمن ينقل حديث عن النبي أو يذكر النبي أو واحد يذكر اسم النبي عنده. طيب وايد مهم، هل لنا وقفة؟ أنت تشوف البعض يتكلمون عن النبي كأنه واحد عادي ها، وهذا طبعا لا تلومه، هذا اللي قاعد يتكلم هذا قاعد ياخذ ويتلقى، لان عينه قاعد تطيح على بعض الاحاديث اللي قاعد تقلل من شخصيه النبي، مثل اسطوره الغرانيق والتبول من وقوف على سباطه قوم، وانه يبيح الغناء مثلا ويمنع الغناء لوجود مثلا ولدخول بعض الرجال وامثاله، امور كثيره تعرفونها. هذه الشخصيه بهالصوره هذه تكون اكيد راح تزعزع المنزله في القلوب. هذا المهم، النصرة النصرة النبوية بإحياء سيرته وشخصيته كما كانت. اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين من هو النبي، يقول طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. شوف تعبير أمير المؤمنين، وين كان يذكر النبي وين البعض يذكر النبي. طيب بعد لما يوصل هني يقول ولقد حججت معه سنة، سنة من السنين حججت مع الإمام جعفر الصادق. هذا مالك بن أنس يقول فلبى القوم كلهم من مسجد الشجرة أبيار علي مسجد ذو الحليفة، هذا اللي موجود وين؟ في المدينة المنورة، اللي بيروحون بيدخلون مكة لعمرة ها من هناك ذاك الصوب، أهل المدينة أو اللي مارين على المدينة من هناك يحرمون. يقول ولقد حججت معه سنة، لبى القوم كلهم إلا جعفر بن محمد، كلما أراد أن يلبي انقطع صوته في حلقه حتى كاد يخر من راحلته. فقلت له يا أبا عبد الله لا بد أن تلبي، القوم ينتظرونك، الكل لبه، أنت ليش ما تلبي؟ يقول فأجابني يا ابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يأتي النداء من الله لا لبيك ولا سعديك. الله ينظر إلى القلوب ويعرف الواحد قاعد يقولها باللسان بس ولا لسان وقلب قاعد يتحرك معاه، وهذه مهمة، اللسان مناقض القلب
ولا مطابق القلب؟ هني الكلام. ولذا تشوف أنت بالفقه الإمامي أكو بعض الآداب والسنن قبل الإحرام، مقدمات، تهيؤات، استعدادات، مو مني والطريق تروح، لا. مثلا الغسل، غسل لبس ثوب الإحرام، أخذ مثلا الأظافر، إزالة شعر الإبط، شعر العانة، يعني التنظيف، هذا يعني دلالة على تنظيف القلب بعد، مو بس نظف البدن. وبعد قراءة بعض الأدعية حال الغسل وبعد الفراغ، تروح مثلا في الميقات تصلي ركعتين أو 6 ركعات وتدعو بدعاء، أو تصلي فريضة، بعد هذا كله تكون مستعد للإحرام، للتلبية. حاطي لك مقدمات علشان تتهيئ وتستعد لتدخل في رحاب الله تبارك وتعالى. مو بس مني وطريج تقول لبيك اللهم لبيك، تدريش معنات لبيك؟ أنت قاعد تعطي عهد على نفسك، كأن الله يقول عبدي لا تعصني تقول لبيك، عبدي أطعني تقول لبيك. وأنت مو مرة واحدة هذه الواجبة تقول لبيك اللهم لبيك، بالطريق قاعد تعيدها. كلما صعدت جبلا وهبطت واديا غفوت غفوة ثم تستيقظ بعدها واستحبت تكرار التلبية لما توصل إلى مكة، وقاعد تكرر التلبية، أنت على قد هالمسؤولية، على قد هذه الكلمة أو لا؟ درس من الإمام سلام الله عليه، كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يأتي النداء من الله لا لبيك ولا سعديك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج الصادقين، على نهج النبي الأكرم وآله الأكرمين. أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل على محمد. النور يذهب بالظلام الأسود، والحب يقتل كل حقد مكمد، ويطيب الأفواه من نفحاته عطر الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأفضل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده، وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حاضرين لحفلنا تكريما، لمحمد ولآله تعظيما، إن شنف الأسماع ذكر محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بمحمد وآل محمد، عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان،
اشفي مرضانا بالأخص المعنيين المنظورين، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد أهل الإسلام والإيمان. ارزقنا في الدنيا زيارة النبي وأهل بيته، وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تقبل منا هذا القليل بلطفك وكرمك، اقض حوائجنا، استجب دعواتنا، اجعل عاقبة أمرنا إلى خير. اصرف عنا وعن أهلينا وعن جميع أهل الإيمان السوء والبلاء. تقبل عمل المؤسسين الأفاضل والحاضرين الأكارم وجميع أهل الإيمان، إلى موت المؤسسين وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح العلماء المرحومين والشهداء. بلغ اللهم ثواب الفاتحة المباركة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله.